مرحبا بكم إلى تفاصيل. بسيطرتها على الأتارب تكون هيئة تحرير الشام قد سيطرت على كامل ريف حلب الغربي، ليتوجه عناصر الجولان إلى المعرة وأريحة وجبل الزاوية والغاب، وهي آخر مواقع الفصائل في إدلب. تتوسع هيئة تحرير الشام إثر هذا الاقتتال لأكبر مساحة منذ سقوط أحرار الشام في تموز عام 2017، ويبدو أن الاتفاقات الأخيرة في أستانا وسوتشي وما تمخض عنهما نجح في تثبيت الخلاف بين هذه الفصائل، وبدلا من الاندماج في مكون واحد يقاتل النظام وحلفائه، انقسمت هذه الجماعات وتشتتت تحت عنوان المعارضة تقتل بعضها، لتصبح مناطق إدلب وريف حلب الغربي هدفا لنارين: نار النظام وروسيا وميليشياتهم التي تستغل ما يحصل وتلقي حمامها على المدنيين، ونار هذه الجماعات والفصائل التي تشوه الثورة وتلحق بها ضررا لا يقل عن صواريخ النظام وبراميله. نعم، ربما أثخنت هيئة تحرير الشام في النظام وميليشياته، لكن ليس كل معارض للنظام مؤيدا لطروحات الثورة بالضرورة. فالهيئة بمسماها الحالي وما كانت تسمى به سابقا فتح الشام وجبهة النصرة قاتلت أكثر من 20 فصيلا كانوا سدا منيعا في وجه النظام والميليشيات المساندة له، وهي اليوم تواصل استئصال من ينافسها على السلطة والنفوذ لتتحول ومن ينافسها على هذا الدور من جماعات ثورية إلى عصابات وأمراء حرب. ينساق معهم أفراد الفصيل مجبرين مكبلين بأعباء مالية واجتماعية، وكأن هذه الفصائل المتناحرة وعلى رأسها النصرة لم تتشكل إلا بسبب مشروعها الخاص بهدف ابتلاع المنطقة وتشكيل إمارة، مشروع منفصل تماما عن الثورة بدليل ممارساتها التي تشبه ممارسات النظام من قمع وتكميم للأفواه وملاحقة للصحفيين وطرد للثوار. يختار الجولاني هذا التوقيت مستغلا انشغال فصائل درع الفرات بالحشد على حدود منبج بهدف التوسع والسيطرة على الطريق بين عفرين وريف حلب الغربي وفصل الجبهة الوطنية عن فصائل الشمال. يتقدم عناصره ويتصدرهم أبو اليقظان المصري صاحب القتل بطلقة في الرأس ضد عناصر الجيش الحر، والرسالة نفسها كرسالة اغتيال شهداء كفرنبل رائد الفارس وحمود الجنيد، وهي التأكيد أن القوة الوحيدة بإدلب هي هيئة تحرير الشام وحكومتها حكومة الإنقاذ، وأن القوى الثورية غير موجودة ومن دون تأثير. رسالة تخدم الدعاية الروسية بالرغم من التزام الهيئة باتفاق الأستانا ثم سوتشي. فأي مصير ينتظر تلك المنطقة في ظل هذا الاقتتال؟ وكيف نفسر الموقف التركي الصامت حيال ما يجري؟ ألا يعكس هذا الاقتتال عمق الأزمة التي تعصف بهذه الفصائل وتكبدها خسائر متلاحقة كان آخرها عجزها عن التصدي لقوة النظام في أبرز معاقلها بإدلب؟ ما مدى الخطورة على النشطاء والصحفيين الذين يقيمون في ريف حلب الغربي بسبب معاداتهم لهيئة تحرير الشام التي وصلت إلى تلك المناطق؟ بالمقابل، ما مدى شرعية هذه الفصائل وقتالها للنظام باسم الثورة؟ وهل حالة التململ بين الأهالي مما يجري تنبئ بظهور موجة ثانية للثورة السورية؟ إلى أي مدى يمكن التعويل على الأهالي والحواضن الشعبية المؤثر الحقيقي الذي يمتلك أدوات نزع الشرعية في التصدي لممارسات النصرة؟ إذا تمكنت هيئة تحرير الشام من السيطرة على مدينة الأتارب غرب حلب بعد إبرامها اتفاقا مع فصائل المدينة يقضي بحلها وتهجير مقاتليها إلى منطقة عفرين، وتمكنت الهيئة خلال الأيام الماضية من السيطرة على نحو 20% 20 مدينة وبلدة غرب حلب والقضاء على فصيل حرخة الزنكي أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير. المكان مدينة الأتارب غرب حلب والحدث لتهجير مقاتليها. كثيرون استوقفهم المشهد وعاد بهم لصور تهجير مشابهة في الغوطة وحلب وحمص على يد ميليشيات أسد.
تتضح الصورة أكثر، فتدخل أرتال هيئة تحرير الشام مدينة الأتارب بعد حصارها لأيام في مشهد لا يختلف عن أرتال ميليشيا أسد. نحن جينا نخلصكم من هؤلاء البغاة. تقول الهيئة إنها جاءت لحماية المدنيين وقتال البغاة أي الفصائل، ويقول بشار الأسد على أنقاض الغوطة الشرقية ما يشبه ذلك. يختصر عناصر الهيئة رمزية ما حدث شمال سوريا في الأيام الماضية بعلم الثورة كما فعل عناصر الأسد من قبل. وفي غرابة وصلت حد تطابق يأتي ما أطلق عليه باتفاق الأتارب المفروض من قبل الهيئة لينص على حل فصائل المدينة وعبارات شبيهة بتسوية أوضاع من يرغب. 5 أيام مرت على اقتتال فصائل الشمال السوري، وإن جاز أساسا تسميته بالاقتتال يحسم الأمر ميدانيا لصالح هيئة تحرير الشام التي ابتدأت المعارك وأنهتها بالسيطرة على مساحات محررة غرب حلب، بينها مدن وبلدات دارة عزة وعنجارة ومعارة الأرتيق والأتارب، وصولا لحل عدة فصائل عسكرية كحركة الزنك التابعة للجبهة الوطنية للتحرير. فتنضم الحركة إلى قائمة فصائل تابعة للجيش الحر قضت عليها جبهة النصرة سابقا الهيئة حاليا على مدار السنوات الماضية، كالفرقة 30 وحركة حزم وتجمع فاستقم واللواء 7. توسع الهيئة العسكري على حساب ما حرره الجيش الحر سابقا جاء بالتزامن مع ظروف إنسانية كارثية للمدنيين والمهجرين شمال سوريا وفيضانات اجتاحت قبل أيام مخيمات أطمة الحدودية، في حين تسببت الاشتباكات بإغلاق معظم الطرق وانقطاع المواد الأولية والغذائية. لكنكم أبابايات كون نظام بالمنصورة، لك حاش تقتلوا فينا، لك حاش تقتلوا بهالشعب، لك هدولتوا الشعب يا جبهة النصرة. لا يبدو أن هذه النداءات لاقت آذانا صاغية، خصوصا إذا ما عرف أن أرتال الهيئة كانت تحت قيادة أبو اليقظان المصري وأبو الزبير الفلسطيني وأبو حسين الأردني، في حين ومع وصل الهيئة مناطق سيطرتها شمال إدلب بغرب حلب وفصلها منطقة غصن الزيتون في عفرين، أثار ناشطون تساؤلات حول دور فصائل الشمال في صد هجمات الهيئة غرب حلب، فيما دخل فصيل فيلق الشام كوسيط لترتيب القضاء على حركة الزنكي. في الأثناء تقول مصادر إن معارك الهيئة الأخيرة مكنتها من انتزاع أبرز المفاصل شمالا في خطوة استباقية لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي وفتح طريقي دمشق حلب وحلب اللاذقية. ومع بقاء معرة النعمان وأريحة خارج سيطرة الهيئة وعائقا في وجه الطريقين جنوب إدلب، كيف ستعمل الجبهة الوطنية وبقية الفصائل لمواجهة أرتال الهيئة، خصوصا مع نجاح استراتيجية التفرد التي تتبعها الأخيرة مع جميع الفصائل؟ اليوم نغزوهم بإذن الله، اليوم عدق حصونهم بإذن الله. أرحب بضيوفي عبر سكايب من غزة إنتاب التركية بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن النيفي، وبضيفي من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أوغلو، وبضيفي من الريحانية القيادي في الجيش الحر السيد مصطفى سيجوري، ومن عمان أرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور فايز الدويري. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع السيد مصطفى سيجوري من الريحانية. بداية هذه الاشتباكات كانت بين هيئة تحرير الشام وفصيل الزنكي التابع للجبهة الوطنية للتحرير، ظننا أنها كسابقها من الخلافات حول أمور معينة ستنتهي بوسيط معين باللجوء إلى المحاكم وإلى القضاء الشرعي المحايد وتنتهي القصة، إلا أن توسع والسيطرة لهيئة تحرير الشام على كامل الريف الغربي، انتزاعها تلك المناطق، قضائها على الزنكي بشكل شبه كامل، وضعنا أمام عدة تساؤلات. أين هي الجبهة الوطنية للتحرير، وكيف استطاعت الهيئة من هذا التمدد إن صح التعبير سيد مصطفى بهذا الوقت القياسي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بالتأكيد هناك عدة عوامل قد ساعدت تنظيم جبهة النصرة لفرض السيطرة وإنهاء سيطرة حركة نور الدين الزنكي على أبرز معاقله في الريف الغربي. بالتأكيد من أهم الأسباب أنه لم يكن هناك تنسيق حقيقي داخل مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، وبكل أسف حيث يعني استطاعت جبهة النصرة أن تستفرد في الأيام الأولى بفصيل حركة نور الدين الزنكي، ومن ثم دخل على الخط ولكن متأخرا مجموعات تتبع لحركة أحرار الشام ومجموعات قليلة جدا
تتبع للفيلق بالإضافة للأخوة في صقور الشام، إلا أن ذلك لم يساعد على الصمود. وأيضا يضاف لماذا هناك سيد مصطفى لم يكن يعني لماذا هناك سوء تنسيق؟ هل يخفى على أحد مطامع جبهة النصرة بفرض سيطرتها على كامل المناطق المحررة على حساب الفصائل وإنهائهم؟ المشكلة حقيقة هي تكمن بأنه لم يكن هناك، طبعا ومن المؤسف يعني أن نقول هذا، ولكن هذه هي الحقيقة، أنه لم يكن هناك اندماج حقيقي لمكونات الجبهة الوطنية للتحرير فيما بينهم. بكل أسف كانت الفصائلية ما زالت مكرسة داخل الجبهة، لم يكن هناك حقيقة قيادة واحدة للعملية، مما تسبب أيضا بعدم تمكن الجيش الوطني من أن يساعد في هذه المعركة. طبعا والسبب الآخر الذي أيضا حال دون أن يكون هناك دور مهم للجيش الوطني، وكما جاء في التقرير أن قوات الجيش الوطني كانت حقيقة هي قد شارفت على الانتهاء من الاستعدادات لمعركة منبج ومناطق شرق الفرات. وبالتأكيد أبو محمد الجولاني أخذ كل هذه الأمور في عين الاعتبار، وهو استغل هذه الفرصة انشغال الجيش الوطني. وأيضا الأمر الذي فاتني أن أيضا يعني أعلق عليه هو غياب قائد حركة نور الدين الزنكي بسبب المرض، ربما لأول مرة يصرح بها عبر الإعلام. والكل يعلم أن حركة نور الدين الزنكي هي نتاج يعني تجمع مناطقي. ليتك لم تصرح بهذا الموضوع. غياب قائد توفيق يشكل يعني هذا ليس ليتك قلت لك ليتك لم تصرح بهذا الموضوع، لأنه سبب يعني لا يمكن أن يقنع أحد نهائيا، أو أحد الأسباب يعني إن كان غائب قائد فصيل غائب. بالتأكيد من يعلم حقيقة تركيبة الحركة من يعلم تركيبة الحركة، الشيخ توفيق يعتبر رمزا لهذه المنطقة، منطقة نفوذ حركة نور الدين الزنكي يعتبر مرجعية. هذا الرجل لو كان موجودا أنا ما كنت أعتقد على الصعيد الشخصي أنه ربما سيكون هناك انهيار سريع للحركة. طيب جميل. من يعلم تركيبة المناطقية يعني والتي ساهمت بتشكيل الفصيل يعلم تماما أهمية وجود القائد في المعركة. طيب أوجسنا أهم الأسباب اللوجستية والعسكرية لتقدم جبهة النصرة، أنتقل إلى سيادة اللواء فايز لدويري الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان. سيادة اللواء، هذه المناطق التي تمددت فيها جبهة النصرة على الخارطة السورية عندما تقرأها أو تراها منطقة منطقة، مدينة مدينة، آخرها الأتارب، بلدة بلدة، ماذا نفهم من تفكير جبهة النصرة؟ إلى أين تتجه؟ ما الذي تريده اليوم؟ يعني جبهة النصرة تحقق إنجازات ميدانية في الوقت الراهن قد تبدو انتصارات، لكن أعتقد أن لدى جبهة النصرة قصور واضح في الرؤية الاستراتيجية. هي تقدم الآن كافة المبررات لروسيا، النظام، إيران، تركيا. وأنا الآن قلت روسيا، النظام، إيران في جانب وتركيا في الجانب الآخر، من أجل بحث ماذا يمكن عمله. إذا استطاعت سوريا تركيا أن تغير في المعادلة وأن تقنع الآخرين بأنها ستعالج الأمر، وهذا ما هو يعتبر صعب الآن عليها، إذن ستدفع إلى الحائط، وسنكون الآن أمام احتمالية إعادة الحديث عن معركة إدلب الكبرى. لماذا؟ لأن جبهة النصرة هي كانت بيضة القبان في اتفاق سوشي واتفاقيات أستنا، وتركيا تعهدت باحتواء الموضوع. الآن جبهة النصرة بغض النظر عن الأسباب الميدانية التي تحدث عنها ضيفك والتي أدت وأفضت إلى ما أفضت إليه، ففي الرؤية الأولى تعتبر انتصار، ولكن أعتقد أنها بداية النهاية لجبهة النصرة ولتدمير محافظة إدلب ولزيادة معاناة الشعب السوري 3.5 إلى 4 مليون. يعني طيب جبهة النصرة أخطأت باستراتيجياتها أو ليس لديها رؤية استراتيجية سيادة اللواء؟ إذا يعني شو خططها من هذا التقدم؟ فرض السيطرة كاملة على المنطقة، التحكم بالطرق الدولية أم ماذا؟ يا سيدي يعني دعني فقط أكمل جملتي. أنا قلت إلا
إلا إذا كان هناك اتفاقات خفية مع النظام أن تؤمن له الطرق الدولية اللاذقية حلب، حماس راقب حلب، وفرض لغة الأمر الواقع، وأن يكون هناك اتفاق ضمني إعطاء جبهة النصرة امتيازات مقابل امتيازات يحصل عليها النظام. وهذا الأمر قد لا يكون مؤكدا، لكن المؤكد أنها أعطت المبرر الكامل لروسيا وإيران والنظام أن يفكر بعد انتهاء منطقة فترة الشتاء الصعبة وصعوبة الحركة عبر الضواحي، وبعد فترة انتهاء أربعينية الشتاء كما يقال أن نبدأ نتحدث عن معركة إدلب الكبرى التي تحدث عنها النظام. وبالتالي هي حققت إنجازات ميدانية تحسب لها عسكريا، ولكنها ضدها في السياق الاستراتيجي. وأعتقد أن المخطط لا يقرأ الخارطة الإقليمية ولا الخارطة الدولية، وكأنه معزول عن العالم. طيب، عندما نتحدث عن اتفاقات حتى وإن كانت يعني غير مؤكدة سيادة اللواء، أين تركيا من المعادلة برأيك؟ خاصة وأن الهيئة التحرير يعني من تقاتل في تلك المناطق عناصر وفصائل في غصن الزيتون، وأخرى في الجبهة الوطنية للتحرير التي هي بدعم تركي لا محدود. ماذا نفهم اليوم من صمت التركي؟ أو يعني إن كان هناك اتفاقات أين تركيا هي فيه؟ يا سيدي، كذلك هناك تساؤلات. أين العلاقة قديما في السنوات الماضية على الأقل ما بين جبهة النصرة وتركيا؟ يعني قد يطرح عليك سؤال مقابل سؤال، ولكن دعني أقول أن الآن تركيا يعني تعيش في دوامة. لماذا؟ تحاول أن تحول دون التقارب الكردي الروسي، وهذا ما دعمه مستشار الأمن القومي اليوم عندما قال بتصريح بأن على الأكراد أن يوقفوا التنسيق مع النظام ومع روسيا من أجل بقاء القوات الأمريكية، ولكن من أجل ضمان الأكراد. نعم، هي بالمقابل تحاول الآن أن تصل إلى نقطة وسطية تحت تهديد بناء القوة، أي أنها تستعد لمعركة ولكنها غير قادرة الآن في البعد السياسي أن تحصل على الضوء الأخضر اللازم. وبالتالي ستحاول الحصول على شيء ما يتمثل بتفعيل اتفاقية أدنى، وأن تأخذ ما يسمى بفر زون أو منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتر. وبالتالي هي الآن في حيرة من أمرها مع الجانب الروسي، في عدم وضوح رؤية مع الجانب الأمريكي، وبدأت تندلع المعارك في ريف حلب الغربي. فتركيا الآن يبدو أنها مشتتة التفكير، لا تستطيع أن تتخذ القرار الحاسم. إذا أرادت أن تتصرف في منطقة إدلب، ماذا عن منبج وماذا عن شرق الفرات؟ تمام. فالموقف التركي غير واضح وله مبرراته بسبب تعقيد المشكلة. طيب، أنتقل إلى ضيفي من إسطنبول، المحلل السياسي التركي الأستاذ فراس رضوان أغلو. مرحبا بك من جديد أستاذ فراس. لم تتوقف الحشود العسكرية للجيش التركي على طول الحدود استعدادا أو ربما تحسبا لأي طارئ عسكري في منبج وفي شرق الفرات، إضافة إلى طبعا ما يتم بحثه على الصعيد السياسي للدول التي يجب أن تتفاهم فيما بينها في تلك المناطق. ولكن اليوم لخبطت الأوراق في إدلب من جديد من قبل ما تقوم به هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة. كيف لنا أن نفهمه؟ هل بتنسيق جزئي مع تركيا أم يريدون إرسال رسالة إلى تركيا، خاصة أن المسؤولين الأتراك أو الجانب التركي يعني صامت أمام ما يحدث؟ يعني أنا أرجح نظرية إرسال رسالة إلى تركيا. يعني هي الظروف الراهنة الآن استغلوها بشكل جيد، إضافة إلى الحشد الكبير الذي كان من قبل الجيش الوطني السوري الذي عادته تركيا ما يقابل أكثر من 25,000 مقاتل تقريبا من أجل مسألة منبج، ونعلم ماذا حصل في مسألة منبج. ربما كانت أيضا هذه ممكن نقول أنها شبه صدمة أو غير مقبولة من قبل تركيا، مسألة رفع الأعلام النظام السوري فوق منبج.
بعد ذلك كذبت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القضية، ثم بعد ذلك الآن القضية الكبيرة هي مسألة وحدات حماية الشعب الكردية التي حقيقة هنا فيها خلاف كبير، وتركيا الآن على وشك نقول صراع سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه القضية. الولايات المتحدة الأمريكية قالت لا يقتل التركية تقتل الأكراد، وهذا كانت حقيقة كلمة قاسية، وهنا حتى السيد إبراهيم قلم قال يعني هذا كلام خطير، يعني كيف لدولة ديمقراطية في تركيا أن يقال عنها هذا، إضافة إلى أن المكون الكردي قوي ومتجذر في تركيا، حتى كثير من المسؤولين الأتراك من أصول كردية. يعني جميل، هذا اليوم يعني ما يشغل تركيا فعليا دبلوماسيا وعسكريا. الرسالة إن كنت تميل إلى نظرية أن جبهة النصرة تريد إيصال رسائل إلى الأتراك، ما هي تلك الرسائل؟ كيف يمكن لنا أن نفهمها؟ أتوقع أنهم يريدون أن يقولوا أنهم رقم صعب، لأن تركيا كانت تحاول منذ البداية عبر استخباراتها عبر قوتها ونفوذها في تغيير كثير في هيئة تحرير الشام من أجل جذب كثير من عناصرها، بعد ذلك ربما تغيير كثير فيها أو ممكن نقول من داخلها، قضمها من الداخل من أجل تحويلها إلى الجيش السوري، حرما لا يرغب بذلك يصبح قضية أخرى، لأن هناك كثير من المقاتلين الأجانب الذين أيضا دولهم تطالب تركيا إذا تم القبض عليهم أو إذا قتلوا أو ما شابه ذلك، لأنهم تخشى هذه الدول من عودتهم إلى تلك المناطق. إذن هناك عدة ضغوط ليست فقط روسية وأمريكية وأيضا أوروبية التي تطالب من تركيا بكثير من هذا الأمر. أعتقد الآن أن لا تريد تركيا أن تغير استراتيجية الحالية الآن، وهو كيف سيكون شرق الفرات. أعتقد أنها تريد الآن التركيز حول مسألة شرق الفرات بشكل كبير، كيف ستكون نتائجه السياسية، على ضوئها أعتقد بعد ذلك ممكن أن تتوجه بمسألة إدلب. في النهاية سيكون هناك ضغوط كثيرة، لا نعلم هل سيكون هناك توافقا روسيا تركيا حول مسألة إدلب مثلا في مسألة جبهة النصرة، هل تستطيع تركيا أن تدخل في داخل الهيئة مثلا بشكل قوي، وهذا أيضا أعتقد صعب يحتاج إلى جهد كبير. وبعد ذلك أعتقد أن مسألة شرق الفرات هي الآن عقدة الحل والتوجه التركي بالنسبة للناحية السياسية والعسكرية، بعد ذلك ربما أتوقع العودة إلى إدلب. مرحبا من جديد بالأستاذ حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب ضيفي عبر سكايب، أهلا بك أستاذ حسن. معركة إدلب لم تفتح بسبب اتفاق سوتشي، تدخل الأتراك والروس والاتفاق كما تعلم، ولكنها اليوم تفتح داخليا من خلال هيئة تحرير الشام والتوسع من جديد. برأيك هل هذا يعيد إلى المنطقة، منطقة الشمال المحرر، سيناريوهات جديدة مفتوحة، خاصة مع كما تفضل كل ضيوفي قبل قليل انشغال الجانب التركي وفصائل الجيش الحرة التابعة له في معارك مثل منبج وشرق الفرات؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. أهلا بك. ما تقوم به جبهة النصرة حاليا ليس مفاجئا أو جديدا، نحن نعلم أنه منذ آذار 2015، أي منذ أن تمكنت جبهة النصرة من التموضع في مدينة إدلب، هي لم تتوانى في أي لحظة من ابتلاع أي فصيل آخر. صحيح. ذلك أن من منهجها الجهادي هو إقصاء الجميع أو ابتلاع الجميع، منهج التفرد. اليوم ربما ترى جبهة النصرة الفرصة مناسبة جدا للانقضاض على بقية الفصائل، فكما قال ضيوف الكرام انشغال تركيا بقضية منبج وقضية شرق الفرات فضلا عن مجمل الأسباب التي ذكرها ضيفك الكريم من الريحانية، هذه الأسباب كلها فضلا عن الأسلوب المباغت التي قامت به جبهة النصرة. يعني يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أنه بخلال 5 أيام احتلال كل هذه المساحات وبهذه الطريقة السلسة، هذه استراتيجية هي استراتيجية المباغتة التي لا تعطي للخصم أي فرصة للرد. حتى الحكومة التركية هي تعيش الآن في حالة ارتباك شديد، هي تنظر إلى العراك السياسي التي تخوضه الآن مع الولايات المتحدة ومع روسيا بخصوص شرق الفرات، تنظر إلى الحشود أيضا التي تقيمها على تخوم مدينة منبج،
بينما من جهة أخرى نرى هذا الزحف المذهل لجبهة النصرة. طبعا الاستراتيجيات التي تتبعها جبهة النصرة حتى لا نذهب بعيدا يعني كثير نتحدث بواقعية، هي تعتقد تماما أن سيطرتها على هذه المساحات الواسعة هي تعطيها أوراق قوة أكثر في 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 خوضها مفاوضات مع أي محاولة لاستقصائها. هي تعتقد لماذا نقول أيضا أستاذ حسن أنها تعطي ذات الأوراق أوراق القوى للجانب التركي؟ لماذا نقول أن اليوم تركيا متخبطة ومتفاجئة والموضوع ربما يخرج عن سيطرتها؟ لماذا لا يكون بالتنسيق معها؟ تركيا في الأصل هي كانت مترددة في مواجهة جبهة النصرة. يعني تركيا أمام روسيا كانت ملتزمة باستئصال جبهة النصرة، ولكن كانت تراهن على استراتيجيات أخرى. كانت تراهن على تفكيك جبهة النصرة من الداخل، والجميع يعلم أن هناك تيار داخل جبهة النصرة هو مقرب من تركيا. كانت تراهن على تفكيك جبهة النصرة استخباراتيا على استمالة قسم وأخفقت وإقصاء القسم الآخر، لكن يبدو أن جبهة النصرة أو التيار المناهض لتركيا بجبهة النصرة اقتنص هذه الفرصة تماما وانقض على هذه المساحات الواسعة. الآن جبهة النصرة بسيطرتها على طرق الترانزيت وكذلك على هذه المساحات الهائلة هي تنظر إلى أحد خيارين. ربما لا نستبعد كثيرا أن تقوم روسيا بالإضافة إلى الميليشيات الإيرانية ونظام بشار الأسد بحرق الأخضر واليابس وتدمير المنطقة بحجة وجود جبهة النصر، وجبهة النصر هي لا تخسر شيء، هي لا تحمل المشروع الوطني السوري. وهكذا نعود يا أستاذ حسن إلى نقطة البداية عندما تدخلت تركيا وأبرمت اتفاق سوتشي مع روسيا، يعني ذات الدائرة. نعم يعني جبهة النصر كمشروع عابر للقارات هي ليس لديها ارتباط شديد بالمكان. هي تعتبر أنها قاتلت هذه الفصائل المرتدة، ثم لا مانع لديها من ترك المنطقة للنظام والمغادرة، وتعتبر نفسها أنها أنجزت. المنجز هو مقاتلة المرتدين، مقاتلة الكفار. هذا أعني بالمشروع العابر للقارات والذي لا يخلف إلا الدمار للثورات الوطنية أو للثورات التحررية. طيب. أعتقد وربما تعتقد أيضا أنه نظام بشار الأسد سوف يدخل معها في مفاوضات جديدة، سوف تؤمن له الطرقات الدولية كما قال ضيفك من عمان، وكذلك ربما بسيطرتها الواسعة على هذه المناطق. الآن جبهة النصرة تسيطر على جبل سمعان المشرف على مدينة عدلين، وتتجه أيضا باتجاه آخر نحو سرجة في جبل الزاوية. هذه المساحات الهائلة يصبح محاولة مهاجمة جبهة النصرة وتدمير هذه المساحات يصبح أعتقد يعني مسألة ليست بالمسألة سهلة. ربما هي بحاجة إلى أكثر من اتفاق طرف دولي، وهكذا يكون عمر جبهة النصرة هو أكثر طولا. شكرا لمشاركتك أستاذ حسن، ابقى معنا وباقي الضيوف الكرام، ولكن سنتوقف مع فاصل قصير، نعود بعده النقاش والحديث عن ما يحدث في الشمال السوري وتحركات جبهة النصرة. ابقوا معنا.